بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأساتذة الأفاضل، السادة المشايخ الفضلاء، الأخوة الخطباء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بدءا أرحب بكم أجمل ترحيب، وأتشكر منكم للحضور الكريم في هذا اليوم الواقع بين يومين ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه وولادة أمير المؤمنين عليه السلام، سائلا الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى، ونحن بجوار سيد الأوصياء وسيد البلغاء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. في البدء أحب أن أنوه إلى قضية قد تكون بلا شك، يعني لا أقول قد تكون، فعلا كما هي، الأساتذة الأفاضل يعرفونها ومندكين فيها، وهو الاشتغال في طلب العلم. لا شك وظيفة طالب العلم في المرحلة الأولى هو الدرس والتدريس والاشتغال. حتى سمعنا من الأساتذة الأفاضل والمراجع الكبار أن عنوان الاشتغال لا بد أن يرافق طالب العلم بحيث لا ينفك عنه إلا في الضرورات المعيشية كالصلاة والغداء مثلا، باعتبار أن طلب العلم هذا الوصف العنواني ملاصق لهذا الوجود المبارك لطلبة العلم وللحوزة العتيدة المباركة، حوزة النجف الأشرف وبقية الحوزات الكريمة. فكان الدرس هو العنوان الأول الذي يفترض أن يشتغل به طالب العلم، ثم هذا الدرس قد ينتج نتائج متفرعة عليه، فالذي يوفق والاستمرار في طالب العلم إلى أن الله تعالى يمن عليه بتلك القوة القدسية وينال الدرجة العالية في مراتب العلم، وهي درجة الاجتهاد. وقد الإنسان يتوفق إلى جهة أخرى وهي مسألة الكتابة، والحمد لله الحوزة العلمية في النجف الأشرف دائما ولود لهذه الخصال، خصال الدرس والتدريس. اليوم الدرس في النجف الأشرف عامر بحمد الله تعالى، والأساتذة يبذلون الجهد بعد الآخر في إثارة هذه الحركة العلمية. والكتابة أيضا نشهد اليوم أقلام حرة وأقلام فكرية وأقلام قوية ترفذ أيضا مكتباتنا الإسلامية بما هو من الفكر المهم والأصيل الذي تنتجه هذه الحوزة المباركة. وهناك أيضا وظيفة أخرى لطالب العلم، وهي الاستفادة من المناسبات الدينية ومن الأشهر الكريمة في السنة كشهر رمضان، ويبذلون المحاضرات وينطلقون إلى المسائل المهمة في التبليغ سواء من الطلبة أو من الخطباء الأفاضل. وبالإضافة إلى هذه الأمور الثلاثة، الدرس والكتابة والمحاضرات، أيضا هناك حالة رابعة وهو الاشتغال في الخدمات الاجتماعية وقضاء حوائج الناس بما يحسنون الظن وهو في محله لطالب العلم أو طلبة العلم، باعتبارهم حريصون جدا على تلبية الحاجات بمقدار المستطاع، يعني إصلاح ذات البين، الوقوف مع الناس في مشاكلهم. في الفترة المتأخرة للبلد مر البلد بمجموعة مشاكل، الحمد لله كان الطلبة
في أوائل المتصدين لهذه المسألة. حتى في جبهات القتال رأينا الطلبة ودفعت الحوزة العلمية كوكبة من أبنائها شهداء استجابة لفتوى المرجعية للخطر الذي مر على البلاد، والحمد لله كفانا الله شر الأعادي. بما يتعلق يعني فينا في العتبة، وأعرض بخدمتكم بشكل موجز في الجوانب الفكرية أتحدث، الجوانب الأخرى فعلا ليس الكلام فيها. نحن في الجوانب الفكرية اشتغلنا بأمرين. أمر الأول، وجدنا أن النجف تمتلك تراثا ضخما جدا، وأكاد لا أكون مجازفا عندما أقول أن علماء الطائفة كتبوا في كل شيء له علاقة بهداية الإنسان، سواء كان في التفسير أو في الرجال أو في الأدب أو في الفقه أو في الأصول. وحاولنا أن نشمر الجد، وبدأنا نبحث عن هذه النفائس حتى تكونت عندنا مكتبة مهمة جدا في الكتب النفيسة من المخطوطات، وحرصنا أشد الحرص على أن نبدأ بالحفاظ على هذه المخطوطات وصيانتها. وقبل أكثر من 10 سنوات أرسلنا مجموعة من الأخوة الأعزاء إلى بعض الدول في أوروبا، واستفادوا من الخبرات المهمة في الحفاظ على المخطوط والوثائق. لأن تلك الدول مرت في القرون الوسطى بنزاعات كبيرة فأدت إلى هدر كثير من وثائقهم، فطوروا أنفسهم بعد أن تصالحوا وحاولوا أن يستعينوا بخبرات تكنولوجية في الحفاظ على هذه الوثائق. فاستفدنا من تلك الخبرة، وجاء الأخوة الذين بعثناهم كانوا 4 بشهادات تبيح لهم أيضا العمل في الاتحاد الأوروبي في وقتها ولازال. والحمد لله كان الاهتمام بالمخطوطات وصيانتها ومعالجتها، وشكلنا مشفى خاص لها. ثم بدأنا بالمرحلة الثانية وهي فهرسة هذه المخطوطات، ولا زال العمل مستمرا. والمرحلة الثالثة أن وضعنا هذه الفهرسة أمام وبخدمة الباحثين والمفكرين الذين يحبون أن يعني يستفيدوا من هذه المخطوطات. في الواقع هناك جهد آخر، انفتحنا على كثير من مكتبات العالم وبدأنا فعلا بتصوير هذه المكتبات، واليوم عندنا تراث ضخم لتصوير المخطوطات في أغلب مكتبات العالم. حتى بعض المكتبات كانت مغلقة، يعني أصحابها لا يسمحون أصلا بالوصول إليها، لكن في الواقع فتحوا الباب أمامنا وعندنا مركز مهم وهو مركز تصوير المخطوطات، وبتقنية حديثة جدا حاولنا أن نحفظ هذه المخطوطات، وفعلا الآن هي موجودة عندنا. ثم بعد ذلك وجدنا هناك نقص. النقص يعود إلى المسألة التاريخية التي مرت بها النجف، نقص في مسألة المحققين. تراث موجود، وهذا التراث كما قلت ليس عندنا فقط، مكتبات النجف عامرة بذلك، لكن عندنا نقص في الهمة والفن في مسألة تحقيق الكتب. وبحمد الله تعالى لعله أيضا قبل 12 سنة بدأنا فعلا باستضافة بعض المحققين، وبدأ بتعليم بعض شبابنا لعل من جملتهم كتب الله له السلامة والعافية السيد محمد رضا، كتب الله له السلامة والعافية، الذي ساعد كثيرا في أن يعطي أبنائنا هنا مجموعة يعني من الدورات
وأيضا ببركة هذه المحاضرات أخرجنا كتاب الذي هو عنوان علم تحقيق المخطوطات. طبعا هو وشقيقه سيد محمد حسين، سيد محمد حسين رحمة الله عليه توفى في أمريكا، لكن الجهد فعلا كان على جناب السيد من الله تعالى عليه بالعافية. وتشكل الآن مجموعة نفيسة من الكتب زائد مجموعة من الأفاضل الذين بدأوا فعلا بهذا التحقيق، وتشكل عندنا بهذا المعنى تقريبا في مراكزنا العامة طبعا بالفترة الأخيرة أيضا شكلنا هيئة للاهتمام بالتراث وأسميناها هيئة التراث، وأيضا فتحنا معهد بعض الأخوة شرفونا أيضا معني بالتراث. في هذه البناية الآن عندنا مركز الشيخ الطوسي وهو من المراكز المهمة. الآن التحقيق والتأليف المنجز تقريبا 156 عنوانا ب 214 مجلدا، وأيضا التحقيق والتأليف اللي هو قيد الإنجاز بعنوان 87 عنوانا بمقدار 87 عنوانا و 169 مجلدا. المجلات التراثية عندنا مجلة الخزانة العدد 14، ومجلة إحياء التراث عدد الأول، ومجلة مقاليد التراث أيضا العدد الأول. وأيضا عندنا قسم المعارف الإسلامية، وقسم المعارف الإسلامية اهتم بتراث كربلاء وتراث الحلة وتراث البصرة، والحمد لله الأخوة جادين الآن في استنطاق التراث في هذه المدن الثلاث، وشكلنا في الفترة الأخيرة مركز تراث الجنوب الذي هو يشمل محافظات الجنوب من غير البصرة، ومقر فعلا في الناصرية، وصدرت منهم الآن أو صدرنا بعض الموافقات لبعض الكتب والشروحات العلمية من الأفاضل الذين كانوا يسكنون في تلك المناطق، والحمد لله بعض آثارهم موجودة عند ورثتهم ووافقوا على أن تؤخذ هذه المخطوطات وتحقق وتنقح بالشكل الموجود. أيضا بالنسبة إلى المعارف عندنا بالتحقيق والتأليف والإعداد المنجز تقريبا 165 عنوانا و 253 مجلدا، هذا غير مركز الشيخ الطوسي. أيضا التحقيق والتأليف والإعداد اللي هو قيد الإنجاز 116 عنوان 375 مجلدا. إضافة إلى ذلك عندنا بعض المجلات المحكمة، مجلة تراث كربلاء 34 عدد إلى الآن، مجلة تراث الحلة 16 عدد، مجلة تراث البصرة 14، ومجلة تراث الجنوب صدر منها العدد الأول فقط. أنا لا أريد أن أستعرض في الواقع كل ذلك، لكن هذا من باب الإلمامة السريعة بما يكون عندنا. بالنسبة إلى هذا المركز المبارك وهو المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، واقعاً هذا كان له سبب في افتتاحه كما هي البقية، لكن هذا المركز يختلف عن ما ذكرت من المراكز. المراكز تلك الهدف منها أولاً وبالذات هو تحقيق التراث، وكما ذكرت وأيضاً استحدثنا بعض المراكز كان الهدف منه هو التراث. هذا المركز فيه جنب أخرى، وهو هناك تحديات ثقافية لا تخفى على الجميع، خصوصاً ما يتعلق بالأخلاق والفكر المعاصر والكلام المعاصر. حتى صدرت مجموعة من الأفكار وتبنتها جهات معينة، وبعض منا قد بدأ يتأثر بها، وهذا التأثر قد يعني تكون له أسباب، قد تكون قلة المعرفة بخطورة ما عنده ومدركات البعض عقلياً، بعض الشباب قد لا يفهم الأمور بشكل دقيق. لذلك كان هذا المركز أخذ على نفسه أن يتصدى،
والحمد لله خضنا في غمار هذه المسألة بشكل كبير، حتى أن ما صدر من هذا المركز قرابة 200 عنوان، وإن شاء الله تعالى في نهاية هذا الملتقى ستوزع بعض الإصدارات يعني على كل الأخوة الأعزاء الحاضرين، وهذا بعض، وأيضا صدرت مجموعة من المجلات. ودخلنا في قضية الاستشراق، كيف يقرأنا الآخرون، ودخلنا في قضية الاستغراب، وهذه مسألة جديدة لم تطرق، وهو كيف نحن نقرأ الآخرين. واستمر هذا الطرح واستفاد منه كثير من الباحثين، حتى في الدول في شمال أفريقيا بدأت مراسلات عندما رأوا بعض إصدارات هذا المركز وحاولوا أن يستفيدوا منه، وهناك رسائل خطية منهم صدرت محفوظة عندنا في المركز لاهتمامهم ببعض هذه النشاطات الموجودة، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات ومجموعة من الملتقيات. أنا في الواقع في خدمة الأخوة نحتاج إلى شيئين. الشيء الأول مسألة الكتابة. اليوم لا نكتفي أن نستشعر التحدي، وإنما لا بد أن نعالج ذلك. وأعتقد هناك أقلام جيدة، وهذه الأقلام الجيدة تحتاج إلى استثارة، تحتاج إلى الشعور واقعاً بالمسؤولية. الكل يشعر بالمسؤولية، لكن الإنسان أن يكون عنده قلم حر وجدير بأن يكتب فليكتب. نحن نأخذ هذه الكتابة ونتبنى كل ما يتعلق ما بعد الكتابة في الطبع وفي التشريع والتوزيع، فقط نريد منه أن يكتب. نشعر هناك حاجة حقيقية لمسألة الاستكتاب. النقطة الثانية أيضا الذي نحتاجها هي الترجمة. قد بعض الدول عندهم شيء، وهذا الشيء نافع، لكن هذا لا يصل إلينا في اللغة العربية، وقد يكتب بلغات أخرى. فأيضا إذا أمكن من يجد من نفسه لبعض العناوين المهمة أن يترجم، أيضا نحن مستعدون أن نكون بخدمته. هذا المركز الآن أيضا فيه يعني مجموع ما أنتجنا من هذه 200 بين استكتاب وبين ترجمة. هناك مواضيع مهمة جدا حقيقة لا بد أن نطلع عليها. أنا لا أريد أن أطيل في هذا الجانب، لكن هذا الحضور الكريم حضراتكم والأخوة الخطباء، أقول نحن وفرنا مادة خصوص مع الأفاضل من الخطباء، وفرنا مادة ومستمرين بتوفير المادة، وهذه المادة من الضروري جدا أن تقرأ بشكل دقيق وأن تطرح أيضا بشكل أدق. وجود حاجة حقيقية خصوصا في الشباب المؤمن المثقف الذي ينتظر شيء يسد به جوعه الثقافي. حقيقة هناك سرعة في الثقافة الهجينة علينا، يعني مكتبات العالم والتواصل في نشاط يومي لإغراقنا بثقافات، قد تكون هذه الثقافات تأخذ حصة كبيرة من أبنائنا، إذا لم يجد أبناؤنا في المقابل مجموعة من الثقافات الأصيلة الرصينة، ومن أولى بالنجف أن يكون لها قصب السبق في هذا المجال. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أنا تفاصيل الأمور أتركها لجناب الأخ السيد هاشم الميلاني سلمه الله تعالى في أن يبين يعني ما يتعلق بنشاطات المركز الأخرى. وأشكركم كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.